المؤتمر في نهاية حزيران، ولكن لوران فابيوس رأى بأن المؤتمر سيأخذ وقتا طويلا. هل تعد أن هذه بداية لمشكلات ما بين فرنسا وأمريكا، على اعتبار أن فرنسا تعتبر نفسها هي الوصية على هذه المنطقة، يعني ما يخص لبنان وسوريا و... في الواقع أوباما في الفترة الانتخابية الأولى والثانية أراد أن لا تكون السياسة الأمريكية في الواجهة، وأراد أن يتعامل مع بؤر في الوطن العربي مثل ليبيا أو سوريا عبر حليفين تقليديين، أي بريطانيا وفرنسا. وفرنسا كانت متحمسة للعب هذا الدور خاصة مع ساركوزي، وتواصل ذلك مع الحزب الاشتراكي الفرنسي. ثم اختلافات، لكن خلافات أكثر موجودة في ليبيا وفي تونس، لأن أمريكا تدعم الحركات الإخوانية الإخوان المسلمين بتمويل ودعم قطري، على عكس فرنسا أقرب إلى القوى الديمقراطية والليبرالية في المنطقة. بالنسبة للشأن السوري أيضا ثمة خلافات لكن ليست جوهرية. الخلاف الجوهري هو كما قلت لم أكمل يعني فكرتي السابقة، أنه لأول مرة الصين تحمي سوريا من تدخل عسكري خارجي وتستخدم حق الفيتو مارتين. كان الفيتو الروسي لوحده يكفي، لكن الصين أعطت إشارة لأمريكا بأنها لم تستطيع أن تنفرد بالعالم. ثم أن البرازيل أيضا والهند وجنوب أفريقيا وقفوا وعارضوا التدخل العسكري الخارجي في سوريا. الصين وروسيا قالوا لن تتكرر لعبة ليبيا، باعتبار أن التدخل العسكري الذي حدث في ليبيا كان ضد قرار مجلس الأمن 1973 الذي ينص حرفيا على إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا فقط، لا أكثر ولا أقل، يعني طائرة السخوي والميغ التابعة للقذافي لا تشارك في المعارك. لكن هذا القرار أصبح تدخل عسكري وإزاحة نظام من الخارج. أذكر أنه في العلاقات الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة الشعوب التي تقرر مصيرها، ولا يحق أي تدخل عسكري خارجي من أجل تغيير نظام. إذن نحن من هو الشعب الذي قرر مصيره ضمن تجارب الربيع العربي؟ يعني هل منذ 2003 والعراقيون لم يقرروا مصيرهم، إنما هو الموقف الأمريكي والبريطاني؟ نعم، نعم، في 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 حتى نعم. يعني حتى في مصر هنالك شكوك على نعم، ان نعم. هنالك تدخلات هي التي جعلت نعم، وحركت نعم. الامور. يعني تفضل. في ذلك لانه ثمة فارق بين النص القانوني والروح القانونية التي تتحكم في ميثاق الأمم المتحدة بكافة فصوله وبين الواقع. الواقع هو اختصاص سوسيولوجيين وعلماء السياسة. نحن نقول دائما الواقع تحدده موازين القوى وليست النصوص المكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة. الواقع الآن تغير، فليعلم الجميع الصين وروسيا دخلوا بكل ثقلهم في الملف السوري، ليس لا ضد المعارضات السورية ولا ضد النظام، لكن ضد فكرة عالم واحد وتدخل خارجي من أجل النفوذ ومن أجل غرب سوريا، باعتبار أن سوريا أيضا لا ننسى شوكة مقاومة، لا ننسى الطيران الإسرائيلي والحربي قصف دمشق ويقصف المراكز الأبحاث العلمية. ذلك ليس باعتبار أنه لم يقصف عواصم أخرى، قصف العاصمة التي تهدده وهددته في الماضي وستهدده في المستقبل. إذن سوريا أصبحت محل تلاعب ونزاع دولي شديد، بل أكاد أقول حرب باردة جديدة تشكلت على الأراضي السورية. هذا ما يجب أن يفهمه الجميع. مصير الشعب السوري الآن لم يعد فقط في الدولة والنظام والشعب السوري، ولكن أيضا في اللاعبين الكبار في إطار انقسام جديد. ثم الصين، نعم. ثم روسيا، ثم برازيل، ثم هند، ثم نعم. حتى الجزائر التي لم تقبل بالتدخل العسكري وضرب سوريا. طيب. من الخارج. طيب سيد مؤمن كوفاتية، يعني على ضوء ما تقدم به وما طرحه دكتور رياض الصيداوي، يعني اليوم المسألة السورية أصبحت مسألة دولية، ولكن ما هو تقييمك لوضع المعارضة